النبض ثلاث ديال اللحم بالفتة المأكول. بالنسبة للمقادير ان كيلو ديال اللحم من الأحسن يكون الملج، كيلو ديال الورقة البسطيلة الحجم الصغير، عندنا 500 غرام ديال الفطر المأكول طري، وعندنا جوج دروس ديال الثومة، 40 غرام ديال الزبدة، عندنا 25 غرام ديال لاصوص الصوجة ديك الثقيلة ماشي الخفيفة، وعندنا 150 غرام ديال الفرماج احمر اللي كيكون حكيناه، و 100 غرام ديال الشعرية الصينية. نعود مقادير. تفضلي. عندنا كيلو ديال الحمض الملج، كيلو ديال الورقة البسطيلة الحجم الصغير، 500 غرام ديال الفطر المأكول طري، جوج دريسة ديال الثومة، 40 غرام ديال الزبدة، وعندنا 25 غرام ديال الصوص ديال الصوجة اللي كتكون ثقيلة، و 150 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، و 100 غرام ديال الشعرية الصينية. بالنسبة لطريقة التحضير، طنجرة ديال الضغط ديالنا كنديرو اللحم مع الصوجة، الزبدة، ثومة محكوكة، وكنشحروه شوية، وكنغطيوه بالماء الكافي اللي طبنا فيه اللحم تقريبا 31 دقيقة. من بعد كنكونو نقينا الفكاك ديالنا وقطعناه طريفات، كنزيدوه على داك اللحم اللي كيكون طاب، وكنزيدو المدة ديال الطهي 11 دقائق. من بعد كنصفيوه، وهذاك لاصوص اللي بقات نقدو فيها الشعرية الصينية باش كتشرب داك المذاق، لان الصوجة ديجا مالحة. من بعد كنرقدو الشعرية كنقطعوها طريفات صغار، كنسرتو داك اللحم بحيث نخليو ان الطريفات يبقاو عندنا باينين يكونوا كبار شوية. وبالنسبة للتعمار ديال البطاطا الصغار، كندهنو الورقة ديالنا بالزيت وكنعمرو بالطبقات. إذا كنا غنعمروهم شي ساخن راه كنبداو بالمقلوب، إذا غنبداو بالفرماج هو الأول، عاد كنديرو شامبينيون مع اللحم، وكنختمو بالشعرية الصينية. كنطيبو البطاطا ديالنا، وبالنسبة للطهي كنطيبوهم في الفران عافية مهيلة واحد ساعة تقريبا، وهذاك الهدف ديالنا من الزيت باش كتجينا الورقة مقرمشة. قبل ما نطيبوهم كنثقبوهم شوية بأن كوردون. ولا بغيناهم يجيونا محمرين كندهنوهم صفر بيضة وشوية ديال الزبدة. وبالنسبة للتزيين حسب الرغبة لالا سناء. واخا. اللي كتشوفها عند ربة البيت. بالصحة والراحة. يعطيك الصحة تبارك الله عليك، مشكورة جدا على هذه الاقتراحات.